طائفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ بكلمة ويل، والويل هو الهلاك. الإنسان قد يخسر بعض حاجاته، أما حينما يهلك ينتهي. هناك مجموعة موضوعات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ربما كانت سبب هلاك الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا. في حديث آخر قدسي: إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. في حديث ثالث: من لا يرحم لا يرحم. ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. ويل لأقماع القول، ويل لأقماع القول. من هم أقماع القول؟ الذين يستمعون إلى الحق ولا يطبقونه. لو أنك ألقيت دلو ماء في أنبوب ليس له قعر، هذا الأنبوب هل يمسك شيئاً؟ أبداً. هناك أشخاص يستمعون ويصغون، أما على حيز التطبيق لا ترى من قناعاتهم شيئاً مطبقاً في حياتهم. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. لأن الله سبحانه وتعالى وصف في قرآنه الكريم المؤمنين الذين إذا أخطأوا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا. ويل رجلان: رجل استمع إلى الحق ولم يطبق منه شيئاً، كان كالوعاء بلا قعر، مهما ألقيت فيه من الحق لا يمسك شيئاً. هذا الإنسان ربما أهلك نفسه بهذه الطريقة. والإنسان الثاني هو الذي ألف شيئاً من معاصي الله، من المخالفات، فأصر عليها ولم يحدث نفسه بالتوبة منها. كل إنسان لا يحدث نفسه بالتوبة من ذنب وقع فيه، أو لا يحدث نفسه بتطبيق ما يسمع، فقد أوصل نفسه إلى الهلاك. يقول عليه الصلاة والسلام في الجامع الصغير: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول. يعني كأن هذا الإنسان قمع. القمع معروف، مهما ألقيت فيه من السوائل لا يمسك شيئاً. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: طوبى للعلماء، طوبى للعباد، ويل لأهل الأسواق الذين شغلتهم تجارتهم عن ذكر الله. أهل الأسواق الذين شغلوا بدنياهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الله سبحانه وتعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالتجارة مسلية وجذابة، وقد يستهلك الإنسان وقتا طويلا دون أن يشعر. قد يفوته فرض صلاة، قد تفوته طاعة، قد يفوته عمل صالح. فلذلك
يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى للعلماء الذين عرفوا ربهم وأطاعوه، أو طوبى لمن أطاع الله وحده. المطيع لله يسمى عابداً، والعالم هو الذي عرف الحكمة. العابد أيها الإخوة الكرام مقاومته هشة، لا يصمد أمام الفتن، لا يصمد أمام الضغوط، لا يصمد أمام المغريات، لا يصمد أمام الشبهات. شبهة تفتنه، وضغط شديد يصرفه، وإغراء لماع يحوله. أما العالم العلم سلاحه، فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. المسافة بين رسول الله وهو سيد الخلق وبين أقل مؤمن على وجه الأرض هي نفسها بين العلماء وبين العباد. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. مرة ثانية، إذا كان في عصر سابق يمكن أن نحيا بالتقليد، يمكن أن نسلم بالتقليد، قبل 100 عام أو 200 عام المجتمع تحوطه عناية الله، الفتن قليلة، الشهوات نائمة، في مثل هذه العصور يمكن أن تكون عابداً ناجياً، لكن في عصر الفتن فيه مستعرة والشهوات ملتهبة والمعصية في كل مكان والدنيا خضرة نضرة، في مثل هذا المجتمع لا يصلح له إلا الإيمان إلا العلم. العبادة وحدها لا تكفي، كما قلت قبل قليل العابد مقاومته هشة، ضغط يسير يفتنه، إغراء يسير يصرفه، شبهة تفتنه، لأن الله سبحانه وتعالى أردنا أن نطلب العلم. الناس رجلان، عالم ومتعلم، ولا خير في من سواهما. يا بني الناس ثلاثة: عالم رباني، كلام سيدنا علي، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا كميل أن تكون منهم. لذلك طوبى للعلماء، طوبى للعباد، ويل لأهل الأسواق الذين تشغلهم تجارتهم وبيعهم عن ذكر الله. اليد العليا خير من اليد السفلى، ليس الفقير الصابر بأقل أجرا من الغني الشاكر. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لا ندعوكم إلى ترك أعمالكم، ولا إلى ترك تجاراتكم، ولا إلى ترك بناء أمتكم، ولا بناء وطنكم، ولكن ندعوكم إلى التوازن، ألا تغلب الدنيا على الآخرة، ألا ننسى طاعة لله من أجل الدنيا، ألا ننسى عملا صالحا من أجل الدرهم والدينار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة الثياب، يعني يخشى على أناقته فلا يصلي حفاظا على بنطاله مثلا، هذا عبد للثياب، ينسى طاعة الله من أجل الثياب. رجل يلبس ثيابا فارهة، اقترب منه فقير في عهد النبي فابتعد منه وخشي أن يمسه، فقال عليه الصلاة والسلام: يعني خشيت أن يعديه غناك أم أن يعديك فقره؟ يعني إذا اقترب منك يصبح غنيا أم تصبح أنت فقيرا؟
تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الفرج، تعس عبد البطن، تعس عبد الخميصة. المعنى المخالف: سعد عبد الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: العدة دين، وعد الحر دين، ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. إن وعدت عليك أن توفي، لأن هذه العدة سماها النبي صلى الله عليه وسلم ديناً، دين في رقبتك. طبعاً المؤمن لا يكثر من الوعود، لا يلقي الوعود جذافاً، لا يعد إلا إذا تأكد أنه سيفي، لأن وفاء العهد من الإيمان. العدة دين، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف. لأن الإنسان المؤمن له مكانة دينية، فإذا وعد ولم يوفي، هذا الذي وعد يتهمه بالكذب، يتهمه بإخلاف الوعد. وكلكم يعلم أن الإنسان له عدالة وله ضبط. الضبط صفة عقلية، أما العدالة صفة نفسية. من لوازم العدالة: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. أحد أركان العدالة أن تفي بوعدك. بالمقابل معنى ذلك الإنسان الحصيف الموفق لا يعد إلا إذا كان متأكداً أنه سينجز وعده. أما هذا الذي يعد أطفاله، زوجته، وعود بلا طائل، ثم يظهر أمامهم أنه يخلف وعوده كله، يعني طفل صغير، صغير جداً، 4-5 سنوات، وعدته جدته أن تأخذه مساءً إلى نزهة، هي لا تعني ما تقول أبداً، لا تنوي أن تذهب إطلاقاً، لكن أرادت أن تسكت بكاءه. فلما جاء الوقت الموعود ولم تأخذه إلى النزهة، هو طبعاً عايش بلاد أخرى، ألا أنت كذابة؟ المؤمن إذا وعد وفى. بالمناسبة لا تستهن بالصغار، هذا الصغير إذا وعدته عليك أن توفي لك له وعدك، لأنه إذا وعدته ما وفيت علمته الكذب، وعلمته إخلاف الوعد، وعلمته أن هذا الكلام لا معنى له. الإنسان متى يكفر بالكلمة؟ متى؟ إذا لم يرى لها رصيداً في الواقع. لا، معظم كلام الناس ما له معنى، إنه لا يعنون ما يقولون. لذلك الناس الآن كفروا بالكلمة لمجرد أن تحدثهم يقول لك صف كلام فلسفة، كلام فاضي. هذه التهم من أين جاءت؟ جاءت من إنسان تكلم كلاماً لا يعنيه، تكلم كلاماً لا يعنيه. من عد كلامه من عمله نجا، ومن عد كلامه من غير عمله هلك. العدة دين، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف. لأنه إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. ويقول عليه الصلاة والسلام في الجامع الصغير: ويل للأغنياء من الفقراء. يعني الغني حينما أعطاه الله مالاً فرض عليه في هذا المال زكاة ماله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: في المال حق سوى الزكاة، لو أنك أديت زكاة مالك وكان لك قريب في أشد الحاجة إلى المال وأنت في بحبوحة، هل تظن أنك إذا أديت زكاة مالك نجوت من المسؤولية؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول:
إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فإذا كان أداء الزكاة عدلاً فإغاثة الملهوف إحساناً. والآية الكريمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. أرأيتم في آية واحدة آتى المال على حبه وأقام الصلاة وآتى الزكاة، معنى ذلك أن إيتاء الزكاة شيء وأن إيتاء المال على حب الله ورسوله شيء آخر. إذن في المال حق سوى الزكاة. وحينما قال الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قال العلماء: هي الزكاة. وحينما قال الله عز وجل: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، قالوا: هي الصدقة. فأنت كما أنك مأمور أن تزكي مأمور أن تتصدق، فالشيء الذي لا تسعه الزكاة تسعه الصدقة. ويل للعالم من الجاهل وويل للجاهل من العالم. كيف؟ الذي آتاه الله علما سوف يحاسبه الله على مدى تطبيق هذا العلم، لأن الجاهل إذا رأى عالما لا يطبق علمه زهد بالعلم كله. سيدنا علي يقول: قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، ما بقى يتعلم. إذا ضيع العالم علمه لم يطبق علمه استنكف الجاهل أن يتعلم. وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. هذا كلام سيدنا علي. قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم. وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته لا بدنيا بل بدنيا غيره. فالعالم عليه أن يكون ورعا ليصغى إلى كلامه، والجاهل عليه أن يتعلم لينجو بنفسه. فالجاهل محاسب لما أنت جاهل، والعالم محاسب لما لم تطبق. فالهلاك أحيانا يصيب العلماء ويصيب الجهال، يصيب العلماء بعدم تطبيقهم ما تعلموا، ويصيب الجهال بعدم طلب العلم. ولا جهل في القانون، كذلك القانون لا يحمل مغفل. والإنسان حينما لا يطلب العلم ويرتكب الأخطاء يحاسب مرتين، مرة على هذا الخطأ ومرة لأنه عزف عن طلب العلم. ويل للعرب من شر قد اقترب أفلح من كف يده. يعني إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك، يعني اتصل بالله عز وجل واعمل صالحا، خذ ما تعرف، دع ما تنكر، عليك بخاصة نفسك، دع عنك أمر العامة، لأنه فتن كقطع الليل المظلم يصبح فيه الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. طرقوا عليه الباب الساعة 9 نايم يوم الجمعة، معقول. 10 نايم، 11 نايم، 12 نايم، الصلاة 12:30، 1 نايم، 1:30 نايم، 3 نايم، 4 نايم، هو الساعة 5 نام،
جايب صحن جديد، ما عاد ترك الصلاة وروح صلاة الجمعة والفجر والعصر وعم يتابع المحطات حتى يشوف الكعبة فقط. نعم نعم. ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل. الكذب من أشد الصفات التي كان عليه الصلاة والسلام يمقتها، لأن المؤمن كما قلت في درس سابق يطبع على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، فالمؤمن إذا كذب أو خان ذهب إيمانه من قلبه. ويل للمالك من المملوك، ويل للمملوك من المالك، يعني إنسان سيد وعنده موظف محل تجاري، إن لم تعطه حقه الويل لك، وإن لم يؤدي الأمانة وينصح لسيده الويل له. هو له حساب خاص وأنت لك حساب خاص. يعني وسع هذا الموضوع، سيد ومسؤول، رب عمل وعامل، صاحب متجر وصانع، صاحب معمل وعامل، يعني أي إنسان الله عز وجل وكله بإنسان، أي إنسان تحت يدك ويل لك منه وويل له منك. ويل لك منه إن قصرت في حقه، إن لم تنصحه، إن لم تؤدي له حقه. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ما معنى أعطوا الأجير أجره؟ لما لم يقل أعطوا الأجير أجرا قبل أن يجف عرقه؟ إن ينبغي أن تعطيه الأجر المكافئ لجهده، هو قد يرضى بأقل من استحقاقه، ضيق لضيق ذات اليد، قد يرضى بمبلغ بخس جدا. قد يأتيك أناس كثيرون تضع رقما قليلا جدا يرضون به، بس هل هذا الرقم هل يكافئ جهدهم؟ أعطوا الأجير أجره، الأجر المناسب له، المكافئ لجهده، وأعطه سريعا قبل أن يجف عرقه. ويل للمتألين من أمتي الذين يقولون فلان في الجنة وفلان في النار، وكأنهم أوصياء على الناس. أن يضع الإنسان نفسه في موضع الوصاية أو موضع الوصايا، وأن يحكم على الناس ببساطة، وأن يوزعهم بين الجنة والنار وبين الكذب والنفاق هكذا ببساطة وهو أقلهم، هذا اسمه في الفقه المتألي. المتألي هو الذي يتألى على الله. وسبب هذا الموضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند بعض أصحابه الذين توفاهم الله عز وجل، وكان من عادة النبي أن يزور الصحابي الذي توفاه الله، يأتي إلى بيته قبل أن يشيع. سمع امرأة تقول هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله، قال لها ومن أدراك أن الله أكرمه، قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالإنسان الأدب مع الله أن تقول أرجو له الجنة، أما فلان في الجنة من قال لك ذلك؟ ليس هناك على وجه التحديد في الجنة إلا العشر الذين بشرهم الله، بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام فقط، والباقي على الرجاء. حتى الذين بشرهم النبي كانوا في قلق وخوف، وقد رأوا عظم المسؤولية وهول الموقف، فسأل سيدنا عمر سيدنا حذيفة بربك اسمي مع المنافقين؟ ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. الإنسان إذا أنعم الله عليه بدخل وفير لئلا يقع في الهلاك وفي الشح
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عليه أن ينفق المال هكذا وهكذا، وأنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك. ويل للنساء من الأحمرين الذهب والمعصفر، المرأة من أجل الذهب ومن أجل زينتها ومن أجل ثيابها ومن أجل أناقتها قد تحمل زوجها ما لا يطيق، قد تحمله على كسب المال الحرام. لذلك إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال العلماء هذه عداوة مآل وليست عداوة حال. إن يوم القيامة حينما يهلك الإنسان بسبب إرضاء زوجته يراها عدوة له. اعلمي يا فلانة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. ويل لمن استطال على مسلم فانتقص حقه، لأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فويل لمن استطال على مسلم فانتقص حقه. يجب أن تعلم علم اليقين أن ربك بالمرصاد، وأن الله كان على كل شيء رقيبا، وأن الله حسيبك سيحاسبك. فالمسلم وغير المسلم إذا كان الهلاك من انتقاص حق امرئ مسلم فالهلاك أيضا من انتقاص حق امرئ غير مسلم، لقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الشنآن البغض، لو أبغضت أيها المؤمن إنسانا وكان منحرفا وفاسقا وكافرا عليك أن تعطيه حقه. سيدنا عمر مر به رجل قال يا أمير المؤمنين هل تحبني؟ قال له لا والله لا أحبك. قال له هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال لا والله. قال إذن إنما يأسف على الحب النساء. معنى ذلك أن البغض والمحبة لا علاقة لهما بأداء الحقوق لأصحابها. ويل لمن لا يعلم وويل لمن علم ثم لا يعمل. الهلاك مرتان، لمن لا يعلم ولمن علم ثم لا يعمل. أيها الإخوة الكرام، الدرس الماضي كان طوبة، بعض السجايا الحميدة التي ندب لها النبي عليه الصلاة والسلام، واليوم بعض الأخطار المخيفة التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.